السلام عليكم، معكم طلال نقار، تابع معكم بسلسلة النيفروباثولوجي. بدأنا بعرض الحالات السريرية، وصلنا للحالة رقم 5. نستعرض الحالة، مثل ما قلنا هنعرض فقط الحالة بهذا الفيديو، ولاحقا نعرض فيديو تفصيلي للباثوجينيسي والباثوفيزيولوجي. في عنا مريض راجعنا عمره 57 سنة، عنده قصة ارتفاع ضغط شرياني لمدة 25 سنة، مدخن لمدة 40 سنة، عنده التهاب كبد سي لمدة 20 سنة، وفي عنده ارتفاع ضغط شرياني من نمط عنده داء سكري من النمط الثاني لمدة 10 سنوات. في عنده تدهور تدريجي للوظيفة الكلوية والبروتينوريا على مدى السنوات السابقة. سابقا تعالج بالانترفيرون لمدة 5 سنوات، حاليا ما عم ياخذ اي علاجات لالتهاب الكبد سي. القصة السؤال قديم، قبل ما تظهر علاجات التهاب الكبد سي الحديثة، كلام قديم، سؤال قديم. كرياتينين الدم عنده حالي سابقا من 10 سنوات كان 2.5، وحاليا ارتفع ل 4، اضافة انه البروتينوريا كانت 6 جرامات من 3 شهور وحاليا وصلت ل 10. أدوية بياخد بالزارتان، بياخد هيدروكلورتازايد، بياخد دوكسازوسين والإنسولين إضافة للإسموبرازول. ففي عنده تدهور سريع بالبيل البروتينية، ارتفعت من 6 ل 10، وهذا الشيء خلى الأطباء يعملوا الخزعة الكلوية. عنده بفحصه السريري بروتين بلس 2 بيرفري إديما وزمة طرفين سفليين بلس 2، ضغطه 130 على 90. فحص البول في عنده 4 بلس بروتين، في عنده كريات حمر اكثر من 5 بالساحة، في عنده كريات بيضاء كذلك حوالي 5 بالساحة، بس ما في كان كاست. بتحاليل الدم عنده الهيموغلوبين A1C عنده 7.4، السيروم ألبومين 2.9، الهيباتيتس سي انتيبادي كانت بوزيتيف، طبعا هو معروف التهاب كبد سي. ال HBS انتيجين الهيباتيتس بي كان المسدد السطحي نيجاتيف، ال ANA كان نيجاتيف، ال NK كان نيجاتيف، الكريوغلوبولين كان نيجاتيف، الكومبليمنت كانت نورمال سواء C3 او C4. ما كان في عنده مونوكلونال سبايكس بالرحلان الكهربائي للبروتينات سواء بالمصل او بالبول. نعمل له البي سي ار للهيباتيتس سي لفيروس السي وكان منخفض، والوظائف الكبد عنده طبيعيه. فنعمل له خزعه كليه لنعرف شو سبب هالتدهور السريع بالبيلة البروتينيه عنده من قلنا 10 جرامات. فهذا هو السلايد الاول، حطوا ملاحظاتكم عليه، اعطيكم 5 ثواني. بنتقل للسلايد الثاني، مقطع ثاني لكبه كلويه ثانيه، نعطي 5 ثواني. هذا السلايد رقم 3، هذا السلايد رقم 4، طبعا هذا ارتريول، هذا السلايد رقم 5 الاي اف، وهذا المجهر الالكتروني. ننتقل للسؤال، ما هو افضل تشخيص لهذا المريض؟ هل هو هيباتيتس سي اسوسييتد ام بي جي ان، التهاب كبد وكليه منمي غشائي مرافق لالتهاب الكبد سي؟ هل هو اعتلال كليه مرافق او متعلق بالتدخين؟ هل هو لايت تشين ديبوزيشن ديزيز، داء التوضعات تبع السلاسل الخفيفه او الترسبات تبع السلاسل الخفيفه؟ هذا احد انماط الاصابه بالمونوكلونال ديزيز المولتيبل ميلوما واشباهها. هل هو نودولار ديابيتيك جلوميروسكليروسيس اللي هو تصلب كبي او اعتلال الكليه السكري العقدي او تصلب الكبي السكري العقدي؟ هل هو هايبرتنسيف ارتيريو نيفروسكليروسيس اللي هو اعتلال الكليه بارتفاع الضغط الشرياني؟ فشو هو الجواب الافضل من الخيارات الخمسه؟ اختاروا واحد منهم، راجعوا السلايدات وبننتقل للنقاش بالسلايد الجاي. ببدأ بقراءة السلايدات. بداية في عندي كبة كلوية، في عندي شرايين الارتريول،
لاحظوا أول شيء إنه الملون المستخدم، لاحظ اللون الأرجواني على الكبسول إضافة إلى الكابيلاري ميمبرين إضافة إلى البيزمنت تبع التيوبلز، هذا PAS باس. أول شيء الأرتريول، في عندك تسمك بالإنتمة، هذا توضع لمادة هيالينية بروتينية فبيسموه هيالينوسيس، هذا فدليل إصابة مزمنة وإصابة هي ارتفاع ضغط مزمن، هي أحد الشغلات اللي ممكن تعملها. بنطلع على الكبة الكلوية، أول شيء طلعوا على البومن سبيس، أنا شايفها فري ماني شايف أني كريسنت أو شغلات تانية. لاحظوا هذول اللي عم أشر عليهم بالأسهم، في ميزانجل اكسبانشن، توسع بالميزانجوم لدرجة انه عامل مثل النودجلز مثل العقيدات، الميزانجوم متوسع لدرجة كبيرة وعامل ما يشبه العقيدات اللي هي ترسب مادة اكسترا سيلولر ومحاطة بخلايا ميزانجيمية. البيزمنت ممبرين نوعا ما واضح انه ما هو طبيعي متسمك، ربما صعب نقارنه مع البيزمنت ممبرين اللي هون لانه هو كله متسمك مع بعضه، بس مو ما هو ديليكيت اللي متعودين نشوفه بالشيء الطبيعي. ماني شايف جوا الكابيلاري بروليفريشن، فالشيء اللي بقراه هون في عندي نودجلز على الميزانجوم اضافه الى شويه تسمك بالبيزمنت ممبرين والهايرينوسيس تبع الارتريولز. نفس الشيء بهي الصورة، لاحظوا انه هذه PAS اللي هو الملون PAS، لاحظوا هالنودجل الكبيرة اللي اخذ تقريبا مركز الكبة هون، لاحظوا انه هي كلها أسيلولر ماتيريال، مادة غير خلوية متراكمة ومحاطة باطرافها بالخلايا، هذه تعريف النودجل. فهذه نودجلر ديزيز او نودجلر نودجل. هل هي PAS positive or negative؟ نفس الكلام السلايد السابق، قارنوا لون الأرجواني هون قارنوا مع اللون الأرجواني بالكبسول هتلاقوا نفسه، فهي PAS positive وهذا له دلالته طبعا. هذه ملون السيلفرستين، الميزانجل اكسبانشن او حتى النودجلز واضحة اظن عليكم، ربما هي الاسهم بتشير ل، لاحظوا كيف عدم الانتظام بالكابيلاري، هذه مايكرو انيوريزم، هذا الشيء اللي شايفينه هون لاحظوا هيك الشكل، هذا بسموه مايكرو انيوريزم كمان، هذا له دلالته. هذا ارتريول في هايلينوسيس، هايلينوسيس الانتمه تبعه متسمكه وفي متراكم فيها ماده ايوزينيه بروتينيه، فهذا الهايلينوسيس. هلا بالإمينوفلوريسنس، الألبومين بوزيتيف وهذا له دلالته طبعا، في مرض وحيد بيعمل هذا الشيء ان الألبومين بيظهر بهذا الشكل. هذه المجهر الالكتروني، الكابيلاري لاحظوا انه هذه كلها ميزانجوم، الميزانجوم فيه مترسبه فيه ماده موسعته بشكل كبير، دافشه اضافه لشويه ميزانجل سيل في بعض الخلايا، الكابيلاري مدفوعة، البيزمنت ممبرين هذا متسمك لو قسناه حيكون أكثر من الطبيعي، الطبيعي حوالي 350 تقريبا أو 400، حيكون أعلى من الطبيعي هذا البيزمنت ممبرين، الفوت بروسيس افيست، ماني شايف معقدات مناعية بالبيزمنت ممبرين ولا بالميزانجوم، بس في مادة أمورفوس بيسموها متراكمة وموسع الميزانجوم. كل ما سبق مع بعضه بنرجع بنشوف فيكم ياهن مره ثانيه، اللي هي الميزانجل اكسبانشن، نودجولر باترن، باس بوزيتيف، المايكرو انيوريزم اضافه للهيرينوسيس اللي شفناه بالشريان، الالبومين بوزيتيف اضافه للماده، الميزانجل اكسبانشن على المجهر الالكتروني مع هاي الماده، هذا كله بحط تشخيص الديابيتيك نيفروباثي. فنفس اللي حكيته بجوز ماني شايف في داعي اني اعيده، النودجلر ميزانجل سكليروسس، الهيرينوسس حكينا، العقد كان بي اس بوزيتيف، وهذا لتمييز عن اللي بنشوفه بالاميلويد، الاميلويد بتكون بي اس نيجاتيف، المايكرو انيوريزم فورميشن هي مرحله مهمه من مراحل الاعتلال الكلي السكري. هون هعطي ملاحظة انه 40% من الكوبب كانوا globally sclerotic،
عاطي نسبة الإفتة التوبولر أتروفي والإنترستيشيال فايبروسيس 60%. 60% يعني شديد، يعني تليف شديد بالخلال، وهذا علامة إنذارية سيئة أنه هذا المريض اعتلال الكلي عنده متقدم، وصعب أنه حتى لو ضبطنا السكر أنه يتراجع، وربما نحافظ على الكلية بحيث هي، بس أنه يتحسن وأنه نعفي المريض من الدياليسس بعد عدة سنوات أو أشهر غالبا لا، في تليف شديد عنده. الاي اف كان عم يشوف في لينير ستينينج للالبومين وللاي جي جي، الاي جي جي ما شوفوا لنا الصور، بس هذا علامه شغله مهمه انه لما بيكون لينير ستينينج للاي جي جي، انا ذكرت عده مرات انه هذا الاي جي ام دي الانتي اي جي الانتي جي بي ام ديزيز، متلازمه اضداد الغشاء القاعدي اللي هي جود باستشر، لما بيكون الالبومين بوزيتيف هذا بيميزهم عن بعضهم عن السكري. طبعا صعب الواحد يخطئ بين هذول المرضين لانه كل واحد تظاهراته مختلفه تماما، واحد بيلي بروتينيه مترقيه بالسكري مثلا، هذاك بيجي بشكل فاسكولايتس في متلازمه كلويه رئويه، صعب انه يكون واحد محتار بالتشخيص بين المرضين. بس لو انه هذا الشيء صار مثلا الالبومين بيكون بوزيتيف مع الداء السكري. الالكترون مايكروسكوبز حكينا الماتريكس ماتيريال اللي هي النودولر اكوموليشن، في تسمك بالغشاء القاعدي، ما شفنا المعقدات المناعيه، وهذا بيحط تشخيص النودولر ديابيتيك جلوميروسكليروسيس اللي هو اعتلال الكليه السكري من نمط نودولر. ارتفاع الضغط بيساهم بالاصابه، السكري التدخين ممكن يساهم بالاصابه. خليني ارجع للتشخيص التفريقي، الإجابات المختلفة، نحن قلنا هذا هو التشخيص الأغلب مثل ما شرحنا. ارتفاع الضغط ما بيجي بهذا الشكل نودجل، بيجي بس FSGS أو Global Sclerosis بس ما بيعمل النودجلز. Light Chain Deposition Disease ممكن يعمل نودجلز بس ما بيكون نحن عملنا التحاليل المصل ما كان في عنده مونوكلوناليتي، فهذا شوي بيبعدنا عن اللايت تشينج ديبوزيشن ديزيز. ولما عملنا الالكترون مايكروسكوب ما شفنا الترسبات المميزه، بتكون باودري بالغشاء القاعدي مميزه اللايت تشينج ديبوزيشن ديزيز. التدخين اللي بيعمل ايديوباثيك جلوميروسكليروسيس اللي هو بالتعريف هو داء سكري بدون ما يكون المريض عنده سكر، يعني لو كان هذا مريض ما عنده سكري كنا قلنا هذا ايديوباثيك جلوميروسكليروسيس، يعني تصلب كبي مجهول السبب غالبا مرتبط بالتدخين، بس كونه سكري فنحن ما عاد فينا نحط هذا التشخيص، وبالتالي هذا التشخيص وهذا التشخيص ان نفسهم ما عدا وجود الداء السكري بالنمط اللي شفناه. انا حضرت مريض قراءة الباثولوجي، الباثولوجيست قالت هذا ديابيتك نفروباثي، بس لما راجعنا المريض ما عنده ديابيتس، فتغير التشخيص للإيديوباثيك جلوميروسكليروسيس، اعتلال التصلب الكبي مجهول السبب اللي هو غالبا مرتبط بالتدخين. اعتلال الام بي جي ان تبع الهيباتايتس سي بده يكون في ام بي جي ان اللي احنا ما شفنا ابدا على الباثولوجي، ما في عندك ميمبرينس، ما عندك بروليفريشن، ما يعني اضافه للكرايوجلوبولين كان نيجاتيف، الهيباتايتس سي تايتر كان كله منخفض، فهذا التشخيص صعب انه يندعم سواء سريريا او بالخزعه. اظني هيك غطيت الحاله، ما بعرف اذا كان في سلايدات ثانيه بدنا نحكيها، ممكن ان شاء الله نشرح الديابيتك نيفروباثي بمحاضره لاحقه ان شاء الله، بس نخلص الحالات ان شاء الله. اذا اتمنى انكم عجبتكم الحاله، لا تنسوا تعملوا لايك والشير والسبسكرايب، والسلام عليكم.